اليوم تركيز على اخبار النادي الافريقي بما انه اليوم منذ ساعه ونص تقريبا اغلق باب الترشحات لرئاسه وعضويه النادي الافريقي دون ورود اي ترشح. ماذا يعني هذا؟ كيف سيكون المسار القانوني؟ هل تواصل الهيئه المديره الحاليه ولا هل سيكون هناك هيئه تسييريه؟ كل هذه الاسئله باش نلقاو عليها الاجابات بعد شويه مع الاستاذ التومي بن فرحات. كيف نتحدثوا في الملفات الحارقه اللي تهم ثلاثه انديه تونسيه مقبله على المشاركات الافريقيه تشامبيونز ليغ وكاس الكاف النجم الافريقي والاولمبي البيجي واللي لازمها تقوم بتسويه في خصوص ملفاتها ونزاعاتها المالية. وين وصلت هذه الملفات؟ خاصة تحدثوا على الأولمبي البيجي اليوم أنه يلوح بأنه لن يشارك في مسابقة كاس الكاف والأسباب غريبة الحقيقة. بعد شوية كل التفاصيل هذه كله أكثر تحدث في اليوم مع اللاعب الدولي والمحلل الفني أمين كمون. أهلا وسهلا أمين. رحبوا بخليفة جبالي صوت الزمن الجميل. أهلا وسهلا خلفون. بيك أكثر. مرحبا بك حيدر. مرحبا بأمين ومرحبا بالمتابعين ومستمعين في كافة أنحاء العالم وفي تونس. أهلا وسهلا. مرحبا بزياد في الإخراج، عبد الناصر في الإخراج الرقمي. بعد شوية نمشيو للبارك أوين موجود زميل عبد الوهاب بالحاج. والنادي الإفريقي اليوم يحيي ذكرى المدرب القدير المجري أندري ناجيم. بعد شوية نشوفوا شنو التفاصيل متاع القصة هذه. ما بخلاف إحياء الذكرى هذه نجم يكون موجود معنا يوسف العلمي بعد لحظات. نمشيو لزميلنا عبد الوهاب بالحاج. ريكاب سبور حيدر الشرني. ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. مشيو للبارك زميل عبد الوهاب الحاج. اهلا وسهلا. مرحبا عبد الوهاب. اهلا بك حيدر. كما اعلنا قبيليك في الميزانيه اللي نظم النادي الافريقي اليوم حفل تكريم للفني الراحل أندري ناجي احد الفنيين الكبار اللي خلدتهم من الكره التونسيه واعطى بصمته في الكره التونسيه بتدريبه للعديد الفرق. تويك معنا على المباشر حيدر يوسف العلمي باش يحكي لنا على الايفينمون هذه. مرحبا بي يوسف. ايفينمون كانوا النادي الافريقي ما تنساش ولو حتى بصفه متاخره. والله ديما ما نجمي تخطاق ديما الايفينمون هذوما ديما مرحبين بهم. احنا جمعيه اوني بلوس كان كلوب معناتها اكثر من جمعيه عاديه الحقيقه نتاع ربي. احنا جمعيه عائله كبيره. تواصلنا مع السفارة سفير تونس سفير المجر بتونس بلوتو ونسقنا معاه وكانوا هم موجودين زادا معانا باش يمثلوا الجالية المجرية اللي هي من سي أندري ناجي اللي كما قلت انت بالباساج نتاعه خاصة في النادي الافريقي اللي عدى فيها أكثر من عوام ومشى جاء على مرتين بقى هو عمر لوي عمل حملم في عمل استاد ما الأكثرية العوام اللي رينا فيهم في تونس كانوا في النادي الافريقي اللي كانت عنده بصمة في النادي الافريقي مع معتها بالخصوص وعموما في الكرة التونسية. حابين نذكر معتها نحيو ذكرى وفاته إن شاء الله ذي العادة باش تكون موجودة ديما ما كسيمة اليوم اللهم صلي يعني بي لجنراسيون الكل ملمومين معتها لجنراسيون دي زاني 60 70 80 90 مام حتى بعد موجودين ها كلهم تراوهم عندهم ماتش ميكال بعد عنا زادة لما صغيرة وبتترين فوندو خاس زاد عاد السفير يحب يقول كلمة بارابور للإيفينمون هذه. إن شاء الله ما ننساو حتى حد وحتى كان نسينا رانا على حسن نية وإحنا هنجتهدوا باش ديما تكون الإيماج بتاع النادي ماهيش كان سور لو بلون سبورتيف كهو مي سور لو بلون أسوسياتيف سور لو بلون معناتها ميدياتيك وتكون ديما جامعة ولامة وإن شاء الله هذه دار كبيرة وديما محلولة ومحلولة للناس الكل. وراهي ماهيش قصر على يوسف ولا على غير يوسف راهي النادي الافريقي متاع الناس الكل الباب محلول للناس الكل واللي يجي مرحبا به. هذا هو النادي الافريقي نشطت الايامات هذه معناها جملاج البارح مع فريق فلسطيني اليوم ايفينمون كيما هكا يظهر لي اكثر منها حتى لما العديد الوجوه اللي بعدت شويه على البارك ايضا. صحيح هي فرص ديما باش نتلموا ونتقابلوا باش نتبادلوا الاراء باش نسعوا شويه زاده صايح على الاسلام اللي زونسيا نتاعنا خاطر اللي ما عندوش تاريخ راه ما عندوش حاضر واللي ما عندوش تاريخ ما نجمش يبني معناتها المستقبل نتاعو. احنا لي زيفينمون سيتي بلوز او موان سامبل لازار جاو معناتها فجرت بعضهم دو اللي الزوز كانوا معناتها متالين ما كانوا راهم محضرين من مده راهم معناتها محضرين من قريب 13 فما لي زيفينمون هذا 13 التالي كان وليفينمون تاع البارح تاع جملاج مع النادي الفلسطيني معناتها حضرناه قريب شهر ونص.
ديما كما قلت لك هذه فرصه طيبه باش نتلاقاو الكلوب السيه وغير الكلوب السيه باش نعطيو زاده بوغ دغي ليماج دو كلوب افريكان وبوغ دوني اون اوتر ايماج للنادي خلاف الصوره الرياضيه. سي يوسف علاش بالضبط معناها الموسم هذا تم تكريم و معناها تذكر النادي الافريقي احد الدنيا علاش معناها يصير فما حاجه كي معناها يتنسال هكا كمان. والله لا ما هي راهي جات سبونتانيمون جات بيان سور كي تخدم مباشر يوميا والناس اللي تخدم معاك مباشرين معاك يوميا خلاف لو كوتيديان وخلاف اللي باش تحضروا للقدام وخلاف العمل اليومي في النادي ساعات تجي افكار تتدرس ساعات نوصلوا بها وننجزوها حسب بيان سور الامكانيات والوقت اللي عنا وساعات افكار ما تنجزش الحمد لله هاي المره هذه بادره علاش لا المره الجايه ما ننساوش زاده لي زونسيان جوار نتاعنا اللي فقدناهم ربي ان شاء الله يرحمهم وان شاء الله كل مره نذكروا واحد وهذه كما قلت لك ديما تبقى ان شاء الله عاده حميده في النادي كلك سوا العباد الموجوده اللي نجموا نتلموا فيها ونراو فيها بعضنا لجينيراسيون الكل. عبد الوهاب الو حيدر فما مسائل مهمه ياسر زاده على خصوص عدم ورود ترشحات رفع منع الانتداب اذا كان ولا رافض انه يتحدث في المواضيع هذه معك يا حيدر. حلفني سي يوسف العلمي قال لي مانيش باش نحكي في حتى موضوع. واضح يعطيك صحة عبد الوهاب بالحاج يعطيك صحة شكرا ليك بكل تأكيد كان حوار مع يوسف العلمي من البارك والمناسبة كما قلنا هي تكريم للمدرب السابق للنادي الافريقي الاسم الكبير اللي مر بكرة قدم تونسية الحقيقة أندري ناجي به الناس قاعدة تبع فينا بالألاف وخلينا نتحملوا مسؤوليتنا نقولوا في هذه اللحظة أنه رسمي النادي الافريقي ينجح في رفع منع الانتداب. تحمل مسؤوليتي في الخبر هذا لأنه الناس الكل عندها نهارين ثلاثة أيام قاعدة يمين ويسار وفما تسريبات وفما كلام. نتحمل في مسؤوليتي الخبر هذا رسمي النادي الافريقي ينجح في رفع المنع من الانتداب ومنذ أكثر خلينا نقول منذ ساعات الخبر ما عنده ساعة ولا اثنين عنده ساعات الخبر هذا النادي الافريقي رسميا ينجح في رفع المنع من الانتداب. نقوله خبر سعيد جدا بالنسبة لحباء النادي الافريقي. كنا سبقنا عنا أسبوع من اللي قلنا راهو الإجراءات وكل اللوجستيك والإرساليات والفيرما راهي تمت. فقط خلينا نفهم ونوضح للناس إدارة النادي الإفريقي ومن حقها تتكتم على هذا الخبر حتى يتم تقديمه بالشكل اللائق على الصفحة وكذا لكن الناس ما تستناش تحب الخبر وهنا قلنا نتحملوا مسؤوليتنا في النادي الإفريقي يرفع منع الانتداب بشكل رسمي. خبر طال انتظاره خلينا نحكيه على مدة طويلة ياسر بالنسبة لحبة النادي الإفريقي معاناة جراء المنع هذا. النادي الإفريقي كان ضعيف ما عندوش رصيد ما نجمش ينافس لأنه كان محروم. اليوم النادي الإفريقي ينجح في أنه يتجاوز العقبة الكبيرة هذا يخلف فعلا هو العقبة كبيرة برشا أرهقت برشا جماهير النادي الإفريقي وكانت على حق باعتبار النادي الإفريقي قدره أن يكون دائما يلعب على الأدوار لكن يلعب بأي أسلحة بدون أسلحة تقريبا باعتبار وأنه ممنوع من الانتداب. اليوم هذا القرار هذا متاع رفع المنع عن الانتداب كان بعد معاناة طويلة شارك فيها المعاناة هذه الجماهير الرياضية تقريبا أكثر من النصف متاع المبلغ المطلوب 3 مليارات و200 نصفه كان من طرف الجماهير والبقية كان من أعباء الهيئة المديرة. وإذا كان باش نتحدثوا على فراء الرصيد البشري طبعا بعد نحكيه ربما عنده 10 لاعبين باقين يعني ما زالوا سو كونترا وهنا نعتذر للسادة المستمعين ومتابعين برشا يقولون بربي نقصوا من اللغة الأجنبية يعني ما زالوا تحت العقود ما زالوا عقود مسارية 10 لاعبين لحد الآن إذا كان نزيدوا إصرار في ونزيدوا إيدو اللي هو أمضى إيدو منذ لحظات فقط إصرار في مازال كان فيزيت ميديكال يجيوا 8 منتدبين يوليوا 18 نزيدوهم 3 راجعين من إعارة ف 21 لاعب بالإضافة إلى عديد اللاعبين اللي جددوا لهم واللاعبين اللي جايين من الإعارة. تقريبا النادي الإفريقي العقبة الكبرى اجتازها في انتظار العقبة الأخيرة اللي مازال فيها 24 ساعة وهي إمكانية اللعب في كأس إفريقيا. وفي ال 24 ساعة القادمة النادي الإفريقي سيغلق الملفات الكل وسيضمن المشاركة في المسابقة الإفريقية. ستغلق ملفات الأندية ثلاثة زادة. لا ثلاثة. فما شك طبعا نجيو بالتفاصيل ولمبي البيجي صعيبة الأمور برشا. ناخذ تعليق على هذا ثم نتعدي الموضوع اللي بعده. كرة القدم مجعولة باش تعطينا الدروس في الحياة. المنع من الانتداب هذا فيه برشا دروس في الكورة دار برشا دروس في الحياة. فيه درس كبير اسمه الوفاء هو الجمهور النادي الإفريقي. صعيب برشا في العالم باش تلقى
جمهور يقوم بنصف معناتها نصف مبلغ، يقوم بنصف يهز نصف المتاعب ونصف العبء من المادي الكل على عاتق، وهذا درس كبير. درس آخر في المثابرة وفي الصبر للمسؤولين، مش أي مسؤول ينجم يتعدى عليه اللي يتعدى على مسؤولين نادي الفريقي مهما يكون، أخطأوا ما أخطأوش، أما جوست معناتها أنهم يتحملوا المدة هذه الكل ويتحملوا أعبائها ويتحملوا البريسيون اللي فيها ويتحملوا معناتها اللي تعدى عليهم الكل ماديا ومعنويا، شابو با. والدرس الأخير ها وش نجم يصير في نادي كبير وقت ما نهب ودب يدخل عليه ويولي يعمل في ريكروتمون، ومن هب ودب يسير فيه، ها وش نجم يصير. إن شاء الله يكون درس الجمعيات الكل باش الناس كل تتعظ من الدرس هذا. وفي الأخير ما تنجم كان تحيي نعاود مرة أخرى جمهور نادي الفريقي، لأنه عالميا اللي صار هذا صار كان في بوروسيا دورتموند. قبل بوروسيا كان مش يضمن حل زادة، لولا الجمهور نتاعو قفلوا وقتها وخلاه معناتها ومسؤولين نتاعو خلاوه في دقيقة 90. تعرف حيدر في التاريخ بوروسيا دورتموند المسؤولين ما خرجوا من نيغوسياسيون مع معناتها الليغ بروفيسيونيل في الدقيقة 90 باش وقتها وافقت الليغ بروفيسيونيل على المانتيان نتاع دورتموند، وبالتدخل المادي نتاع الجمهور، التدخل المادي نتاع بايرن نقطة شوية عاودت بوروسيا باش قعد بوروسيا في الليغ بروفيسيونيل، والا راهي ضمحل. دونك هذه ثاني سابقة تاريخية تصير ويقفل الجمهور نتاعها. هذا هو نتحدث على الجلسة العامة الانتخابية للنادي الافريقي. اليوم اغلق باب الترشحات دون ورود اي ترشح. بعد شوي يكون معنا الاستاذ تومي بن فرحات، اسئلتهم ما المسار القانوني في المرحلة القادمة؟ اغلق اليوم باب الترشحات لرئاسة عضوية الافريقي في المرحلة القادمة، شنو الحلول قانونيا؟ شنو اللي باش يصير؟ هل تواصل الهيئة هذه ولا هل انه ستواصل بتكليف؟ لسه هذه كل جاوبنا عليها الاستاذ تومي بن فرحات. اهلا وسهلا استاذ. أهلا بك حيدر وبالجميع مستمعين مزيكا فيهم. لازمنا نأكدوا بطبيعة أنه الخامسة كان آخر أجل هكا، ولا اليوم الخامسة الستة الستة مع ساعة أعطيناهم لآخر وقت بالضبط، وما جاء حتى شيء، وما جاء حتى حد. هو أنا بديت أنا أحنا الفترة على الأجيال الترشحات انطلقت من نهار 19 جوان، انطلقت فترة الترشحات إلى حدود 20 جويلية 6 مساء. ورغم ذلك وانا رغم الفترة هذه كل ما جاء حدا ترشح لحد اليوم. هذا هو دونك ابتداء من اليوم ولا من غدوة شنو المفروض يصير معناها بالنسبة لي؟ هو حسب الفصل 31 من القانون الأساسي النادي الافريقي، في غضون أقصى في أجل أقصى 30 يوم، معناها ينجم من 24 ساعة إلى 30 يوم يمكن الدعوة إلى انتخابات ثانية. أنا نتخيل باش ما ندخلش في الموسم الرياضي مش يكون أجل طويل، يكون أجل ما بين أسبوع وأسبوعين حسب ما نطور احنا مجتمعين طور المشرف على الانتخابات باش ما ندخلوش في الموسم الرياضي. لذلك قلنا يمكن يكون أجل قصير بين أسبوع أو أسبوعين باعتبار أن الأجل الأقصى هو 30 يوم. في صورة عدم في المرة الثانية لم يرد أي ترشح، في حالة ذيك معناها يقع إرجاع الأمور كل إلى الهيئة لجنة الحكماء اللي هي تبقى عندها الصلاحيات في أن الهيئة هذه تواصل كهيئة تسييرية أو تدعو إلى جلسة عامة أخرى أو تسير هي بنفسها أو تعين أي هيئة تسييرية تراها صالحة. اليوم فهمها قناعة أنه الحقيقة حسب ما قاعد يصير ونلاحظه ونتبعه أنه ما فهمينش معناها رغبة من أي طرف أنه يترشح اليوم لرئاسة ولا لعضوية الفريقي في المرحلة القادمة. معناها حتى كان باش تعمل أجل باش تعين جلسة عامة انتخابية أخرى يعني خليفة احنا معناها احتراما للقانون الأساسي، هو فقط احتراما للقانون، احتراما للقانون الأساسي. وعلى ذلك قلنا الأجل يكون قصير، فيه قراءة للواقع اللي نشوف فيه هذا، وفيه أيضا عدم المساس من الموسم الرياضي باش معناها تكون الأمور مستقرة أكثر، وخصوصا أنها بدأت في الاستقرار. قانونيا يمكن لهذه الهيئة أن تواصل؟ قانونيا يمكن لهذه الهيئة أن تواصل باعتبار أن لجميع أعمالها أعمال قانونية، باعتبار أن الهيئة الحكماء منذ بلاغ في فيفري اعتبرت أنه الهيئة هذه هي تبقى إلى حين انتخاب هيئة أخرى. به نسألك ككلوبيست توا نخرجوا من منطقة هيئة الانتخاب، نسألك أنت اليوم ما نحبش نقول أنت قريب ولا كذا من الهيئة المديرة، لكن أنت موجود في محيط النادي الإفريقي، الأفضل أنه هذه الهيئة تواصل أم أنه يتم تكليف أشخاص آخرين؟
هو انا اعتبر هذا راي شخصي وتحمل مسؤوليته ما عنده شيء بالكاسكيت نتاع كلوبيستا كاسكيت نتاع كلوبيستا بقرب زاد معنا نعتبر بالنسبه لي هذه الهيئه من احسن الهيئات التي توجدت في في العشرين عام يقول الاخير للنادي الافريقي هيئه معنا عملت بعض المعجزات باعتبار وهذا انا كنت اخلطت عليكم في اخر معنا الكلام تقولوا فيه انه انه معناها في هيئه كما هذه تم فيها استقرار مالي رهيب جدا معناها رانا كنا نحكوا على تقريبا 43 مليار في الديون اليوم نجم نحكوا على الا 8 او ما بين الا 7 الا 9 في اقصاها هذا كل بنيه تحتيه انا كان فيك تو موجود في بارك معناها فما تمارين معناها في موجوده في عندنا سنوات نشوف التمارين اداره عصريه فما تنظيم كبير برشا هذا يؤدي الى حتى المتفرج العادي ولاحظت الحمله الكبيره مش حمله نتاع مناجده او تدعيم هي اكثر منها حمله اعتراف عملنا برشا مقامات اعترافا بهذه الهيئه قامت بدورها على احسن نظام ان شاء الله معناها ندخل في الاستقرار الرياضي معناها انا نعتبر يمكن السنه القادمه ستكون سنه نتاع كملنا البناء الاداري والمالي تخليل في البناء الرياضي على قاعده لا بربي فقط البناء لا راهو الجمهور الافريقي عنده معاه ذكريات سيئه كلمه البناء والبني خليه مشروع خليه مشروع التعمير والبناء عندك حق هذا هو عنده معاه ذكريات سيئه الحقيقه صحيح استاذ تومي بفرحات شكر كبير ليك يعطيك صحة كل مرة بربي حيدر سمعتي معنا زيدا نزيد نقول خصوصا للمنخرطين اللي في بالخارج وغير ذلك حاولت نعطيك معنا توا تم معنا توا سيكون لأول مرة يمكن حتى في تونس المشاركة والانتخاب عن بعد ممكن باعتبار الابليكاسيون ولات حالة ستكون في هذه سابقة سنجربوا مع تجربة أنه المنخرطين نتاعنا في الخارج اللي كانت عندهم مساهمة كبيرة وكبيرة جدا في المساهمات المالية سيصبح من حقهم المشاركة عن بعد المرة هذه منخرطين اللي موجودين يمكنهم الحضور في مكان انعقاد الجلسة العامة العادية ويمكنهم أيضا المشاركة عن بعد بواسطة معناها التطبيق اللي ستكون فيها معناها أمور لوجستية نفسروا لها من بعد هذا هو شكر كبير ليك الأستاذ تومي بن فرحات يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل نتعدوا اللي بعده فقط ناخذ من عندكم تعليق على هذا في خصوص عدم ورود ترشحات هيئة يوسف العلمي اللي ممكن تواصل هي خليفة ثم أمين باختصار نتعدوا اللي بعده عدم ترشحات الأمور واضحة جدا حتى واحد بعقله باش يتجرأ يدخل على ترشح لهيئة ربما حصار حولها إجماع باعتبار وأن خدمت في ظروف ممتازة جدا وخدمت في ظروف اعترضتها عديد المطبات وخرجت منها بسلام باعتبار وأنه أكبر عقبة هذه رفع المنع من انتداب هو من أكبر العقبات التي كانت تعيق الهيئات السابقة من قبل حتى عبد السلام اليونسي فبطبيعة الحال ما نتصورش اللي ما ثماش إجماع على الهيئة الحالية باش تبقى تسيري للأسف الأربعة الكبار ما زلنا في البروفيزوار كي دور هذا هو ماليا كنا نسمعوا في الأرقام ومدولة من مدة الحقيقة لكن رياضيا زيادة كيفاش تقيم ممكن فترة العالمية بالإمكانيات المتوفرة بكل تأكيد ونخذو في الكونتكست تاع كلوب افريكان معناتها الناس جاي لقاو كلوب افريكان جاي ب 8 نقاط من 39 معناتها قاو فريق يصارع على البقاء في الرابطة الأولى يمنعوا الفريق في نفس الموسم يهزوا كوب لو في الرتور وفي نفس الموسم يهزوا كوب الموسم اللي من بعد يلعبوا الدمي فينال نتاع فينال نتاع كوب سي اس في جربه ومن بعد يعملوا دمي فينال نتاع كوب يرشحوا الفريق للثاني مره تو في اللير نتاعهم ثاني مره تو باش يعمل فريق كومبيتيسيون افريكان ما تنجم تكون كان باساج ناجح وناجح جدا قياسا للامكانيات انت تدخل تلقى الفريق ولا لازم تجيب 43 مليار عندك ديفيسيت نتاع 43 مليار وتعمل الانجازات الرياضيه ديال الكل شكون اللي بعقله باش يدخل يزاحم الناس هذو بالضبط تعديوا الملف اللي بعده ثلاثة على أربعة أندية تونسية مهددة بعدم المشاركة في المسابقات الأفريقية تفاصيل بعد لحظات ريكاب سبور حيدر شرني ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية نادي الأفريقي
قدم بشكل كبير جدا. تقريبا في 24 ساعة القادمة ممكن يحسم نهائيا ويغلق كل الملفات ويضمن مشاركته في كاس الكاف. النجم سياح الاجتماعات الرئيس جنايح كان اجتمع وطالب باجتماعات مع أصحاب ولا رجال الأعمال, كذلك مع عائلة دريس اللي وعدت بالمساعدة في هذا الملف. لكن الإشكال توا حاليا, وإحنا كنت كلمة توا نحكيه على فرق تونسية بعيد على شنية ألوانها وشنية جيتها, بكل تأكيد أولمبي البيجي فريق عزيز علينا الكل. أولمبي البيجي يخل تسنية يهز الكوب يضمن مشاركة في كاس الكاف, لكن خليفة للأسف المشاركة ذي مهدة بشكل كبير أكثر برشا من نادي الإفريقي. والنجم الساحلي موجود معنا إيهاب نفزي بالتليفون. أهلا وسهلا إيهاب. مرحبا حيدر, اهلا وسهلا بكل مستمعي راديو موزايكا فام. فعلا يا حيدر, مشاركه الاولمبي البيجي في كاس الكونفدراليه الافريقيه ما عادش راهين 566 الف دينار كمبلغ يلزم دفعوا قبل نص الليل نتاع نهار الجمعه 21 جويلية 2023, واللي هو غدوه. الحقيقه حيدر المساله شعبت اكثر حسب ما اكده لنا نائب الرئيس الاولمبي البيجي محمد الفرشيشي, باعتبار انه ملفات الديون بالعشرات وترجع حتى 2009 يا حايدر, ويلزم فضها كلها في السويعات القليله المتبقيه. وهذا يدخل يعني يهب حتى الناس تفهم, حتى اداريا صعيب الموضوع هاو مش نفسه معناها. وهذا يدخل في باب المستحيل تقريبا. علاش؟ انه فض اي نزاع يستوجب ملاقات طرف النزاع, تسليم مستحقاته وتسلم امضاء على اساس انه خالص. وهنا المشكل يا حيدر, خاطر فما من اطراف النزاع شكون توفى الله يرحمه, ويلزم التعامل في الملف مع الورثه نتاعه. وفما اطراف لا اثر لهم, يعني فما ما فما حتى وسيله تواصل او اتصال بهم. على سبيل المثال, فما احد ملاعبيه لفرقه ملفه عنده 4 سنين, ومن حسن حظنا في الباجي انه ما جددش الاثاره, وبالتالي باش تسقط بشكواه بمفعول الزمن بالتقادم. وهذا اجراءات بالتقادم, وهذا يلزم اجراءات. وهكا حيدر الحل يكون في الجامعه بتوفير المبلغ كزمان مثلا, وترك مساحه من الوقت للاولمبي الباجي ما تقلش على شهرين باش يحسم ملفات النزاع. يعني حسب فهمي انا مش بقانون هاو الفلوس اخويا, ليش كانك يجي الفلوس؟ عجبتني هاو الفلوس. سهل عندي هاو الفلوس خويا, تفضل هاو الفلوس. هاي ولي شكالك من الاولمبي الباجي يجي الفلوس؟ والله حل, والله إيهاب يلقى أكثر من أنه ينقل الأخبار, إيهاب يلقى الحلول. زاد واضح, والله نتمنى أن الأولمبي البيجي يلقى الحلول ذي الحقيقة. إن شاء الله يا حيدر, إن شاء الله. الوضع صعيب جدا. شكرا إيهاب, يعطيك صحة على هذه المعطيات. عن التعليق على هذا خليفة لا تعليق, الأمور ولات إدارية أو صعيب ياسر مالوريزمون. إن شاء الله يلقى منفذ, ولو أنه الحيز الزمني ضيق برشا ضيق برشا. نرجع ديما لنفس الاستوانة, الفلوس الاستثمارات. استنى سي فلان, استنى الشركة اللي هي بطبيعتها خاسرة باش تعطيك من مرابيحها اللي ماهيش موجودة, وهكاكا. والسيركل فيسيو اللي كل يوم عايشين فيه, معناه الأولمبي البيجي يدفع ثمن هذا الكل. معناه تعرف الجملة الشهيرة متاع بالوتيلي كالعام, واي اولويز مي, علاش ديما احنا, علاش ديما انا, علاش ديما, وعلاش ديما احنا, علاش ديما الممثلين كرة القدم التونسية هم اللي قدام المشكلة هذه؟ علاش ما نسمعوش ممثلين كرة القدم المغربية والجزائرية والليبية وزيمبابوي وتشاد والموزمبيق والنيجر, علاش الكلهم يشاركوا بكل سهولة في الكومبيتيسيون افريكان وما تسمعش بالمشاكل هذه؟ علاش احنا, علاش ديما احنا؟ دونك لازمنا هذا كنا ندرس ونتعظم منه وما باش نشوفوا حلول اخرى, خاطر وجه كرة القدم التونسية خايب برشا في القارة. مازالوا 24 ساعة وما نعرفوش عن نزوز فرق ينجموا يتم عدم معناتها قبول مشاركتهم في الكومبيتيسيون افريكان. حاجة خايبة لوجه كرة القدم التونسية, خايبة برشا برشا. شوف أمين, أنا متأكد اللي جانب كبير من هذه الصعوبات اللي تعيق زوز نوادي والأولمبي البيجي الثالث طبعا, العوائق الكبيرة فكتها الجامعة التونسية كرة القدم, ولكن هذا حل من حلول المؤقتة من المسكنات. معناتها تنجم تتعاود على علاج كل مرة باش تعمل فولا. تصور الجامعة معناها انفستي برسك 13 مليار بين الأندية الأربعة, ولو أنها هي تسبقات من حق النوادي, لكن يعني علاش ما تعملش بهم مراكز تكوين؟ علاش ما تجيبش إطار فني عالمي يعمل لنا مركز تكوين كيما المغرب؟ شوف تبارك الله اش خرجت جواهر. برج الصدرية هو الأول في العالم العربي نتاع مركز تكوين, وينو برج صدرية؟ باش نقول لك حاجه, ترى فيه الاغنام يعني اللي عملته الجامعه راهو بارك الله فيها, خاطر موش واجبها راهو نورمالمون, معناتها لويالمون ليغالمون قانوني. ليماج سمح, لا سامحني, بارك الله فيها الجامعه كي دخلت
ولا ديباني لي زيكيب وحلت مشاكلهم باش شاركوا على خاطر ليماج نتاع كره القدم التونسيه. اما لي زيكيب زاده هما في حد ذاتهم في وسطهم لازم يلقاو الحل للمشاكل هذيه. كيفاش الحل؟ مش نابورت كي ريكروت راهو، مش انت عندك عندك كوتا نتاع دي ريكروتمون، تو ني با اوبليجي باش تعمل 10 ريكروتمون هذه تجيب 10 باهين وعامل على اولادك. ها 2009 الاولمبي البيجي رجعوا له، رجعوا له 2009 باش تعرف انت راهو البروبليم سي معناتها كيما البول دو نيج حيدر. 2009 2010 2011 في الاخر يجي نهار حتى كي تقدم تو اوبليجي باش تخلص. هذا هو. خلينا نكملوا، مازال عندنا دقيقتين ونص تقريبا. ديما نتحدثوا على حنا بعد المجبري، عرفت واي اولويز مي اللي قلتها نتاع صحيح. أنيس بن سليمان زاد ملاعبي في البريمير ليغ وفي الليكيب أ ويفرض في روحه، وعمل صفقة انتقال محترمة جدا. تحدثوا على أول ظهور لأنيس بن سليمان مع نادي شيفيلد في أنجلترا. ريكاب سبور، حيدر شرني. ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. أنيس بن سليمان تقريبا منذ أسبوع في شيفيلد اللي يضمن الصعود نتاعو إلى البريمير ليغ الموسم القادم، في عمره 22 عام، ملاعبي عنده أرقام مهمة جدا جدا جدا، كي نقولوا مر ثلاثة مرات جدا. تفسير من عند أمين. شوف، إذا ناخذوا الصخيري وناخذوا العيدوني، لازمنا نقولوا اليوم راهو بن سليمان يجي الثالث في ملاعبيتنا اللي يلعبوا في أوروبا ويعمل في لي شيفر، معناتها او نيفو دي بارتيسيب مع دو بارتيسيباسيون في المشاركات، على خاطر تجي تشوف وتلقاه مع الفريق نتاعو من سن 18 سنه هو في الفريق الاول تاع برونبي في لونغ في الدنمارك، هز مع شامبيونا من 18 سنه حتى اليوم يلقى روحه لعب 121 مباراه في اربع سنوات، من سن 18 سنه حتى لسن 21 سنه يلعب 121 ماتش. والاهم يا حيدر باش تعرف الامبورطونس تاع اللاعب هذا، راهو البز زي المنتخب الدنماركي في اقل من 19 سنه ولعب 9 رونكونتر مع المنتخب الدنماركي، معناتها سي تان جور كان سيبلي من الجامعه الدنماركيه لكره القدم باش تعرف قيمه اللاعب هذا اللي هو باش الناس تفهم، يعني باش تلعب في منتخب اقل من 19 عام، الفتره باش تلعب فيها عام عام ونص ماكسيموم، ماكش تلعب 5 سنين ولا 10 سنين بالضبط، تلقى روحك عامل 9 ماتشات، يعني حاجه كبيره ياسر. في عام انك تلعب ولا عام ونص كما قلت انت تلعب 9 ماتشات مع الاو 19 حاجه مهمه ومهمه برشا، معناتها الملاعب هذا كان سيبل من الجامعه الدنماركيه. لحسن حظ كورتنا انه الملاعب هذا اختار انه يلعب مع المنتخب الوطني التونسي. اليوم وين يلقى روحه؟ يلقى روحه في البريمير ليج مع شيفيلد اللي هو فريق على ملك سعوديين، ويكون هو رابع لاعب افريقي في الفريق هذا، فما سنغالي وانغينيا وفما جزائري. اليوم يلقى هو الرابع، ترانسفير تعمل بزوز فاصل 5 مليون اورو، ملاعب القيمه التسويقيه نتاعو لما لعب الاوروبا ليج ولعب دو ماتش نتاع تور بريليمينير شامبيونز ليج مع الفريق نتاعو برونبي في 21-22 طلعت حتى 3.5 مليون اورو. اليوم يلقى روحه باش يلعب بريمير ليغ، سي با دوني لاي واحد امس يلعب 45 دقيقه ويسدد على العارضه ويخلي معناها دي امبريسيون باهين ياسر. بعد اسبوع واحد من قدوم الشيفيلد يقدر يلعب 45 دقيقه ويلقى ملاعب باش يعملوا عليه في 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 شيفيلد، هذا حاجه معناتها مهمه برشا. والاهم يا حيدر، الملاعب عنده مارج 22 سنه مازال برشا قدام، يلقى روحه يلعب اليوم في البريمير ليغ على 22 ريكروتي باش يلعب راهو، مش ريكروتي بور فيغوري معناتها في ليفيكتيف، ريكروتي باش يلعب خاطر ملاعب تدفع فيه فلوس معناتها راني جايبك باش تلعب، مانيش جايبك باش نزين بيك ليفيكتيف. هذا هو. ان شاء الله بالتوفيق ليه نيس بن سليمان. الملاعبيه اللي اختاروا يجيوا لتونس في سن مبكره 18 و19 عام يقعدوا ديما عندهم مكانه خاصه، ما قعدش يستنى لين ايس من منتخبات اخرى بعد خلك بلادي وعروقي وجذوري وكذا. اختيار القلب بكل تاكيد. خليفه انت اختيار القلب هو انيس بن سليمان. انيس بن سليمان بصراحه ظالمينه شويه هنا، مش ميدياتيزي كيما العيدوني وكيما الصخيري. كل صراحه يستاهل اكثر من هكا، خاصه اولا اصغر منهم، ثانيا تو طلع امبالي خير من قبل. ان شاء الله هو والخاوي عاده ما نحكيوش عليهم برشا، اما انيس بن سليمان انا واثق انه باش يكون من ابرز نجوم منتخب الوطن. مالوريزمون الخاوي عمل له موفي شوات، انه الخاوي بعد برشا الحقيقه ما مش مش كيما بن سليمان فريمون. ان شوا انك تتعدى من البطوله الدنماركيه في البريمير ليغ. وعد نحكيو على الخاوي المره الجايه ان شاء الله، ما تقعدش في قلوبكم خليفه. ومن يعطيكم الصحه. شكرا امين. خليفه جبالي.